السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اليوم بإذن الله باقي مكملين في بايثون. اليوم غادي نهضروا على بعض الأمور اللي إلا ما عرفتيهاش إين فوا غادي تمشي للقدام غيبقى يخرجوا لك لي زيغور بزاف، وانت ما عارفش فين كاين المشكل. علاش؟ لأنه بعض الأمور اللي انت كتشوفها تافهة أو سهلة هي اللي كتعطيك لي زيغور. هادشي علاش خاصك دائما دائما تضبط هاد الأمور اللي هي خاصة بالسترينغ. مبدئيا الى عطيتي شي سميه للفاريابل خاصك تحترم الطريقه اللي كتبتيها به. الى كتبتيه مينيسكول بمعنى حروف صغيره تبقى محترم انه بحروف صغيره. الى كتبتيه بحروف كبيره فاش تعيط عليه تعيط عليه بالسميه اللي حطيتيه بها. وكنشو كنديرو ايغال بمعنى ايغال نسند له قيمه معينه بمعنى اكس حطينا فيه، هذه هي المعنى ديال ايغال. وكنديرو الى كان سترينغ علامه تنصيص الزوجيه هذه اللي كتشوفها، ونجي نكتب الفاليو اللي بغيت نعطيه، مع العلم ان هذا راه سترينغ ضروري ليه من علامات التنصيص. لاحظ معايا دابا الى جينا درنا لي برينت خاصني نحترم طريقه الكتابه ديالو، تكتب مينيسكول نعيط عليه مينيسكول. ها هو الى جيت وعيطت عليه ماجيسكول بحال هكا غادي يعرفو؟ طبعا ما يعرفوش. ها هو عطاني ايغور، صافي. ها هو قال لي is not defined، ما عرفوش. الان خاصك تعرف ان الفاريابل سترينغ الذي تسند له قيمه سترينغ وممكن دير لي هذيك علامه التنصيص الفرديه بحال هذه بحال هكا بكل بساطه، وتجي وتعيط عليه ويخرج لك عادي. ها هو صافي، ما كاين حتى مشكل. دابا الى جينا وعدنا شي جمله معينه مثلا نديرو برينت. الان الى عندك شي كود وما بقيتيش باغي تستعملو الان وديرونجاك، مع العلم انك ممكن تستعملو من هنا القدام، ما ننصحكش تمسحو، دير غير ساش بحال هكا صافي، ما كيبقاش يبان لك. دابا حنا تكتبت لينا هاد النوال، حنا دابا في حاله الى هاد النوال بغيت تخرج ليا داخل علامات التنصيص، اشنو غندير ليها؟ الى جيت وكتبت ليها علامات التنصيص الفرديه ما هيطرى حتى مشكل، ها هي تكتبت ليا وخرجت ليا بكل سهوله. الا بغيتيها التزوجيه اشنو غديري؟ عندك حل واحد، لانهم هما ما تيتجمعوش مع بعضياتهم. الحل هو انك تجي لهنا وترد علامه التنصيص الفرديه ودير بالداخل ديالها علامه التنصيص الزوجيه، غدير لها بحال هكا وتجي لهنا ودير الداخل ديالها علامه التنصيص الزوجيه، هنا تتخرج لك بدون مشاكل. ولكن هذه راه ماشي خدمه، هذه ماشي خدمه. علاش؟ لانه انا مثلا الا كتكتبت واحد الكود كبير غنمشي انا نرجع نبدا نقلب عليها بحال هكا، خاصني الحل. الحل هو كالتالي، وتجي ودير سلاش بحال هكا هنا باش ما كيبقاش عندك لي غور. هاد سلاش هي متى كديرها؟ كديرها داخل هذيك علامه التنصيص اللي داخل هاد الكبيره، اما الكبيره ما كدير وسطها والو، ما تقربش ليها. حتى الا بغيتي تزيد هنا تكتب حاجه اخرى بحال هكا تكملها، ما كاينش عندك مشكل، ما عندكش مشكل، ها هي غتخرج لك عادي. شتي هنا؟ الان الا كان عندك مثلا كتابه بحال هكا، الان في حاله الا بغيتي ترجع السطر مثلا بغيتي تكتبها ليونوال وديوش تهبطها لتحت، كدير ليها هاجي تقول لي ندير لها بحال هكا صافي، غتقول لي ندير لها بحال هكا. هذا ماشي حل، لا يعطيك ايغور. علاش؟ لان هذه كتعتبر بحدها وهذه كتعتبر بحدها. دابا راه بايثون تيقرا سطر سطر، يعني هذا ما كيعتبروش انه التتمه ديالو، فهمتيني؟ دابا اشنو الحل عندك باش ترجع سطر؟ الحل ديالك هو تجي تكتب هنا برينت. انت ممكن هنا نجي ونسد بحال هكا ونجي لهنا وندير برينت عاوتاني ونكملها ونجي ونحققها عادي. ولكن عاوتاني هذا ماشي حل، الحل ما خاصوش يكون بحال هكا، الحل خاصو يكون يسهل عليا الامور ماشي يعذبني. نجي نعطيك مثال، الا جيت انا مثلا لاحظ معايا مثلا هذا عندي بحال هكا وجيت انا وبغيت نكتبو بهذه الطريقه، لاحظوا هذا راه بالاش تي ام ال والسي اس اس. دابا الا جيت انا وبغيت نرجع بحال كل سطر، هذه نكتب لها برينت وهذه نكتب لها برينت وهذه نكتب لها برينت، انا نضل خدامه مع برينت. هادي اللي هزيتها دابا وحطيتها هنايا اشنو غيطرى؟ هما نزلوا سطر مع بعضياتهم، عطاوني ايغور. علاش؟
فين عطاو ليا؟ عطاو ليا هنا هنا. علاش؟ لان من هنا بينبدا الخطا، لانه رجع للسطر. شفتي؟ لانه رجع للسطر. اذا شنو غنديروا؟ نديروا هنا برينت وهنا برينت وهنا، راه ما غنساليوش. اذا خاصنا الحل، الحل هو كالتالي، نجي وندير سلاش ان، هذا هو اللي هيعطيني باش نرجع للسطر. نجي لهنا وندير سلاش ان، ولكن لاحظ مع ذلك بقى عندي مشكل. علاش بقى هذا المشكل؟ لانني نزلت هنا، شفتيها؟ لانني جيت هنا ونزلت. الا طلعت بحال هكا كحيد المشكل، شتي؟ دابا غادي يحيد المشكل، ها هو طبع ليا بحال هكا. دابا اذا جينا وحيدنا هاد ان، غادي يطبع ليا بحال هكا بدون ان. يعني هاد سلاش ان هي اللي كانت حل ليا المشكل. دابا انا ما بغيتش نبقى نضرب تماره مع ديك سلاش ان ومعذبه راسي، خاصني حل انا، وما خاصنيش انا نبقى بحال هكا نقاد فيهم. لا ما ينزل السطر، لا خاص يكون متواصل، لا خاص، فهمتوا؟ خاصني لا يكون بحال هكا نازل، نرجعوا هنا حسن. كيف هزيته بحال هكا كيف نحطه، ما يكونش عندي انا المشكل كاع بحال هكا بحال هكا، خاصني انا نهزو. انا باغا نخدم، انا باغا السهله. اشنو عندنا الحل؟ الحل هو كالتالي، نجي ندير علامة تنصيص ثلاثة مرات، هنا كيطبع لك كيف ما هو، صافي. شفتيه؟ إلا جيتي هنا زدتي سلاش إن، أش يطرى؟ غادي يولي عندك جوج سطورة، كأنه نقصتي سطر، شتيه؟ شفتيه؟ كأنك نقصتي سطر، لأنه أصلا هو محسوب راجع سطر، وزدتي تا ديك سلاش إن، يعني تحسب كأنه عندك الرجوع للسطر مرتين. اذا باختصار، انك اي اسم عطيتيه الفاريابل كتعيط عليه كيف ما هو، كان ماجيسكول عيط عليه ماجيسكول، كان مينيسكول عيط عليه مينيسكول، هو اكزاكتلي ما تتغيرش منه. خاصك تعرف انك الا كان عندك علامات تنصيص جاو داخل بعضياتهم، وبغيتي مثلا هنا هادو علامات تنصيص جاو داخل بعضياتهم، ما كاين حتى مشكل. ولكن الا جاو علامات تنصيص نفسهم حدا بعضياتهم، كيخرج عندنا مشكل. ها هو الحل، هو قبل من هاد علامة التنصيص اللي فيها المشكل، قبل من هاد علامة التنصيص اللي فيها المشكل، ندير سلاش بحال هكا، وما يبقى عندي حتى مشكل. كيف كتشوف دابا، الا جينا وعيطنا على إكراك ما لقاو حتى مشكل، فوالا هي كتخرج لينا. الا بغيتي ترجع للسطر، اشنو تدير؟ مثلا هنا في بايثون كدير سلاش ان، لاحظ معايا، صافي هذا غير نحيدهم. لاحظ معايا الان كترجع للسطر عادي. اما في حاله الا بغيتي شي كتابه تحطها وتبقى لك هي هي بلا مشاكل بلا صداعات، كتجي وكدير علامه تنصيص ثلاثه المرات بحال هكا، وكيف كتبتيها كيف كتبقى، ما كيبقاش عندك حتى مشكل. ممكن تجي دير لها بحال هكا، صافي. ممكن هنا تجي دير داخلها علامه تنصيص عادي، ها هي، وتخرج لك بها الطريقة، صافي. ما كيبقى عندك حتى مشكل. وخاصك تحترم ان اي فراغ، لاحظ اي فراغ درتيه هنايا مثلا، راه تيخرج كيف تشوف تما. خصنا نحيدو الفراغ باش ما يبقاش كيتحسب، صافي. الا جيتي هنا وقربتي بحال هكا، غتلقى هاد البيطون هتدخل دابا، صافي. شتيها الان جات تحت منهم، هادشي اللي خاصك تعرفو. اذا يكفي هذا القدر، ونكملو في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.